إلغاء الأحكام التي أثرت سلباً على تحريك الدعوة العمومية وتلك التي قيدت عمل وأداء الشرطة القضائية، من أبرز ما جاء به مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض على البرلمان للمناقشة. لا يمكن تحريك الدعوة العمومية في شأن الجرائم المنسوبة لمسيري المؤسسات العمومية إلا بناء على شكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسة. مشينا على هذا المنوال، كاس كي سي باسي، واش اللي صرا؟ ان بلوكاج ريال، وقعنا امام انسداد، ان بلوكاج ريال، قضايا تبلغ او تكتشف من قبل الضبطية القضائية وتبلغ للنيابة عندما نمشوا نحقوا. قال السي محمد اعطينا شكوى، قال لا ما نشكيش. مشروع القانون الذي يعدل قانون الإجراءات الجزائية جاء لمعالجة النقائص، خصوصا ما تعلق بتدعيم فاعلية العدالة وتعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، إجراءات ثمنها النواب. جد مقتنعين بهذا التعديل اللي هو جاء في وقته، اللي هو بلك في وقت ما ألغي لأمر أو لآخر أو لشخص أو كذا، ولكن احنا نشوف المؤسسات تاع الدولة. هذا القانون جاء في وقته يدخل في إطار محاربة الفساد والجريمة في الإدارات، وخاصة أن الفساد مس الكثير من القطاعات، وهذا في الحقيقة يكون لبنة في إطار القوانين التي لابد أن تعدل كذلك مستقبلا. تعديلات على الإجراءات الجزائية تترجم توجه قطاع العدالة نحو مواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر لمعالجة عديد الاختلالات ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم.